ازيك يا حبوب؟ تمام. عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله كويسه. والمرايه لسه عامله مشاكل ولا تمام؟ لا لا تمام، مفيش اي حاجه بينا دلوقتي، بالعكس دي بقالها فتره كويسه معايا قوي، بس انا بصراحه خلاص قربت افارقها. ايه ده؟ خلاص نويتي؟ هتروحي للصحافه ولا ايه؟ مش دراستي يا ابو خريست، وبعدين لقيت سكه اهو، ربنا يكرم كده وتكمل على خير. هتكمل ان شاء الله، انت كل ما بتتحطي في حاجه بتبقي قدها، اشكى ربنا يكرمك وهتتبسطي ان شاء الله. ان شاء الله. مش زي ناس راحوا سموا نفسهم ايه مش عارفه ايه، بيستعاروا من اسم جدله، ماله جدله؟ يا سلام، وماله ايه الحكيم يعني؟ ما انت اسمك سيد جدله، والناس كلها بتقولك يا ابو خريست. بص البت ما ردت في ثانيه على طول ازاي؟ ما هو الاعلام كده، اسمي علق مع الناس مش اكتر. واللي في القلب في القلب بقى يا اخويا. ماشي يا ام قلب. بس انا بقى مش هعمل كده، انا هفضل رحاب جدله زي ما انا، لان الواحد لما بيعمل حاجه كويسه ومحترمه لازم يخلي اهله يفتخروا بيه. الصلاة على النبي يا حبوب، يا مكلف انت. الكتب برضو فرقت، العالم حلو برضو مش كده؟ طب بصوا بقى انتوا الاثنين، عشان انتوا احلى حاجه في عليك جدال، وانتوا الاثنين ربنا كرمكم وطلعتوا على وش الدنيا، انا عايزكم تخلي بالكم، عشان الدنيا دي زي ما بترسم الضحكه في ثانيه بتقلب وشها في ثانيه من غير ما تاخدوا بالكم. انت قلقان من حاجه يا ابو خريست؟ لا مش قلقان، انت ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا يعني عشان تاخدوا بالكم. انا ما صدقتش ابوكي لما قال لي انك نزلت تشتغلي في محل كامل. انا مش قلت شغل لا ابطل. ما خلاص بقى يا احمد، هو احنا هنعيده؟ وبعدين ما انا لو كنت قلت لك كنت رجيتك حتى ما كنتش هتوافق. تعمل ايه غصب عني؟ مفيش حاجه هتتعمل غصب عنك يا حبيبي. انت مش شايف المصاريف كترت عليا ازاي يا احمد؟ وعلاج ابويا بيسف الفلوس كلها، وانت لسه ما حطيتش رجلك في شغل. خلاص اتحلت ويبقى في فلوس ان شاء الله. ايه خلاص جالك شغل في صيدليه جديده؟ لا لا، في صيدليه ولا غيره، بحكي لك بعدين. يلا هاتي حاجتك وتعالي. حاجتي؟ لا لا يا احمد ما ينفعش والله يا حبيبي، ما ينفعش خالص. هو اللي ما ينفعش ابطل؟ ما بقول لك اتحلت خلاص. انت مش شايف الراجل سايب لي شغل ازاي؟ كل حاجه فوق راسي يا احمد والله، والراجل معتمد عليا في كل حاجه. وبعدين انا ماضيه على نفسي كان بيلعب 10,000 جنيه. سيبني بس لغايه اخر الشهر، هصفي معاه الحسابات وهاخد الفلوس والكمبيالة وخلاص، هنفضها سيره. دي حكايتك يا بطه، ما بقتش فاهم انت عايز توصلي لايه بالظبط. انا مش عايزه غير رضاك يا حبيبي. واديك شايف اهو المحل في وسط الحاره وجنب البيت. يعني كل ما تبص تشوفني هتشوف. يلا بقى بطل الخنا وقول اه. طب ايه؟ احنا في المحل يا احمد. احمد انت اتجننت ولا ايه؟ يلا يلا على البيت، يلا يلا هحصلك كمان شويه. هو ايه اللي مش هينفع؟ الدنيا مفتوحه على البحر كمان، والسوق عنده استعداد يبلع اي بضاعه مهما كان نوعها. نيجي احنا دلوقتي نربط محلك سر؟ الحكايه مش في ايدي لوحدي، وطالما الناس اللي فوق شايفين ان نزول بضاعه زياده للسوق وفي التوقيت ده هتخربه، يبقى مفيش بضاعه. لا مؤاخذه اللي قال كده حمار ورجله مش دايسه على الارض. اللي يعرف ده خنيق السوق ده هو اللي عايش في وسطين. اسمع الكلام، لو ما نزلناش بالبضاعه دلوقتي يبقى كل اللي عملناه ملوش عايز. اوعى تفتكر ان انا ضدك يا ابو خريست، بالعكس انا معاك، لكن الاوردر جاي من فوق. ازاي معايا وانت عايز تخسري كل اللي عملته؟ مش هينفع نعمل حاجه، مفيش حل. لا في، هشوف سكه تانيه غير اللي فوق. مفيش بضاعة بتخش مصر ولا حتى المنطقة غير عن طريقهم. أعدي البحر، هشوف سكة تانية بعيد عن اللي في إيديهم. خطر، ولو تعرف إن أنا عملت حاجة زي دي أبقى بضحي بكل حاجة. ولو قلت لك ما تقلقيش، أنا اللي بتصدف في كل حاجة، أنت مالكيش دعوة. مش هينفع، ما ينفعش.
لكن هساعدك، هديك كل الفلوس اللي ممكن تحتاجها، لكن اوعى تنسى يا حلو اني بغامر برقبتي لو الموضوع ده تعرف. وانا بقولك ما تخافيش طول ما انت معايا، ولو البضاعه في حجرهم على الحرام ما يعرفوا يفكوا برشام. قبل اي حاجه انا جاي اقول لك انا محقوق لك يابا وغلطان. اسال ايه؟ فاكر بقى ده انت هتاكلني بالشويتين دول؟ شوف اروح امك، هي كلمه ابرك من عشره. حسك عينك يا صلاح، رجلك تهوب بيتي وانا مش موجود، على الطلاق بالثلاثه، لو رجلك هوبت ناحيه بيتي لاكون قطعها. خلاص بقى يابا، بقول لك حقك انت ومراتك راكب كتافي ومدلدل كمان. انا بس اتخذت وهبت مني لما لقيتك كاتب الشقه لسات رامي باسم مراتك ايمان، ومن غير ما تقول لي كمان. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه من اساسه؟ ملكي يا اخي، ملكي وانا حر فيه اعمل فيه ما بدالي. بعدين ياك يا تفكرني هصدق الحكايه بتاعت امك ومطرح امك دي؟ انت اكتر واحد عارف يا صلاح ان امك في امان طول ما انا عايش، انما قلبك الاسود بقى ولا قلبك تنزل عن الخايبه. قلت الواد الجديد ده هيقش الجمل بما حمل، وانت هتطلع من المولد بلاموطي بقى. يا وسخ يا زباله، بتعاد اخوك قبل ما يجي عادي؟ طب على الحرام ابدا يا بفهم بقى، والله العظيم ثلاثة أنا كنيت خلاص، ما بقتش حنان على الدنيا زي الأول. طب تصدق إن أنا فرحان بالواد ده ومستنيه أكتر منك؟ آه ما تستغربش يابا، أنا عارف إن أنا خيبت أملك فيها من زمان، بس والله العظيم ثلاثة أنا غلبت. أحاول أرضيك وأشيل اسمك وأشرفك مش نافع، أعمل عبيط وأقول لك أهو ده اللي عندي برضه مش نافع. وبيني وبينك أنا لو عندي عيل أستخسر إنه يطلع زيي. لما إيمان حملت بقى أنا فرحت، قلت دي حاجه جت من عند ربنا، هيعوضه يا عم عن الخيبه اللي انا شفتها معاه ولا اللي هو شافها معايا. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ من امتى 50 العقل دول نطوا في دماغك؟ من دلوقتي ورايح يا ابو صلاح. على فكره مفيش حد بيتولد خيبان، الواحد مننا هو اللي بيخيب روحه بروحه، حاجه انت بس على الواد وخد بالك منه، لحسن يطلع شبه. سلام يا سلطان. غريب النص يا بنت، هتعمل عليا مكسوفه؟ ده انا سعيد. بعدين ده انا حلفت لك برحمه امك مش هكسر قلبك تاني. قولي بقى، لو مش تتكلمي مع سعيد هتتكلمي مع مين؟ قولي يلا مين؟ قد اللي قولي يا اخويا، بس انا مكسوفه شويه، يعني حاسه اني كبرت على الحاجات دي. كبرت على الحاجات دي؟ هو في حد بيكبر على الفرح؟ قولي ما تخافيش، قولي مين؟ ومقام السيده لو يا بنت بقى ما تقولي في ايه؟ هقعد اتحايل عليكي؟ قولي على طول مين. ها قولي مين؟ حمادة. حمادة مين؟ حمادة. حمادة الطيب؟ والنبي ده ابن حلال وريدني، ده انا من ساعة ما شبشبت له لما ساق عليا البت ميسة وهو عافف نفسه عن صنف الحل. عافف ايه يا نصر؟ ليه حمادة الطيب؟ اخر صبرك يبقى واد زي ده؟ يا بنت ده انت تقعدي تحطي رجل على رجل وتعززي وتختاري، ليه؟ ليه حمادة الطيب؟ والنبي يا اخويا ما تقعد تقول لي غنوة، انت لسه في عز شبابك والكل يتمناكي. أنا خلاص يا زين، ما بقتش بطولي، يعني اللي عايزني وعايز اللي في قلبي لازم يبقى هيموت عليا. لا مش كفاية، أنت في ألف واحد هيموت عليك يا بنت. لو مش عايزاه ومش حاسة بحاجة نشوف غيره، بلاش حمادة الطيب. بحبه. بتحبيه؟ طب ازاي؟ ومن امتى يا نصر؟ والنبي يا أخويا متصعبة عليا أكتر من كده. حمادة الطيب ونصر، أنا مش عارف أقول لك إيه، مش هقدر أفتح بوقي عشان قلت لك ورحمة أمك ما هكسر قلبك تاني. اللي تشوفيه يا نصر طالما راضية بيه وعايزاه ربنا يسعدك يا ستي.